استاذ باز، عايز اروح معاك لارقام الارقام الفنيه للنادي الاهلي منذ بدايه الموسم. الارقام بتبين تطور وتميز النادي الاهلي، ودايما الارقام بيقول ما بتكذبش يعني. صحيح. السويتشنج اللي حاصل ما بين خمس ست مسابقات مختلفه للنادي الاهلي في السبع مباريات منذ بدايه الموسم الحالي يا كابتن اسامه، بيوريك بقى لا انت تخرج من السوبر الافريقي تخش في السوبر المصري تروح الدوري المصري. تنوع تنوع كبير جدا اظهر فيه طبعا التطور الكبير من الناحيه الهجوميه بالاخص، وطبعا برضو من الناحيه الدفاعيه. خلينا نستعرض مع بعض يا كابتن اسامه بعض النقاط الفنيه والارقام الفنيه اللي فعلا بتعكس التطور الكبير جدا من الناحيه الهجوميه. متخيل احنا لعبنا سبع مباريات منذ بدايه الموسم الحالي، الاهلي احرز كام هدف بقى؟ 17 جون في السبع مباريات، يعني بمعدل 2.4 في بالمباراه الواحده، معدل عالي جدا. الأرقام. استقبلنا الاهلي استقبل اربع اهداف في السبع مباريات اللي اتلعبوا، شباك نظيفه اربع مباريات من السبعه. الاهداف المتوقعه كان المفروض الاهلي بقى، شوف اهو الاهلي احرز 17، خلي بالك الرقم ده كبير، اهداف المتوقعه 22 كان المفروض يصل 22، النواحي الهجوميه الكبيره اللي نادي بتخلق فرص كتير والفرص. ودي نقطه اللي قالها كابتن هاني ان احنا عايزين نستغل الفرص الضائعه، احنا بنوصل بنضغط بنضيع فرص، فبالتالي كان ممكن الاهلي يوصل ل 22 هدف. والاهداف المستقبله المتوقعه دي بتقول لك ان احنا كان الاهلي استقبل طبعا اربع اهداف، كان كان ممكن يستقبل 12 هدف، ولكن التدخلات الدفاعيه والتهديفات والشناوي شلوا لوحده بس يعني اكتر من تصدي مباريات سابقه. الاسيست عندنا من النادي الاهلي 8 اسيست في السبع مباريات. التمريرات المفتاحيه بتوصلك بقى بالفرص 54، يعني ده رقم كبير جدا في السبع مباريات، احنا لسه بادئين الموسم يعني سبع مباريات. تسديدات على المرمى الاهلي بيوصل ل 13 تسديده على 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 المرمى، منهم سته على الثلاث خشبات بالمباراه الواحده. طبعا بالمباراه الواحده لمس الكره بقى داخل منطقه الجزاء، وده بقى اللي بتوريك ازاي اللعيبه بتقدر تخش في البوكس وتقدر ان هي تمرر الكره ما بينهم وبين بعض. التطور اللي حصل في ان انت تحرز اهداف من خارج منطقه الجزاء، احنا بنتكلم في 17 هدف منهم يا كابتن هاني 9 اهداف من خارج منطقه الجزاء وفي 8 من جوه منطقه الجزاء. طبعا في كرات ثابته وفي ضربات جزاء، ولكن تطور كبير جدا للنادي الاهلي على الصعيد الهجومي. خساره الكره واسترجاع الكره معدلات طبيعيه جدا، دايما الاهلي متفوق فيها في الكاونتر بريسنج اللي احنا شفناه خاصه في اخر مباراتين امام العين وامام سيراميكا، استرجاع الكره سريع جدا. عايز بس اربط الارقام دي بارقام بقى مهمه جدا، ال 17 جون دول مين بقى المساهم فيهم؟ تعال نشوف اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا عن التنوع. عندك وسام ابو علي، لو نستعرض مع بعض الارقام، وسام ابو علي من ال 17 هدف يا كابتن هاني جاب خمس جوان. مين بقى اللي بعده؟ طاهر محمد طاهر اربع اهداف، يعني بدايه الموسم في الـ في الـ في البطولات او المسابقات المختلفه اهي معانا، بدايه من مباراه جورمايا بالظبط، ست اهداف رايح جاي، ثلاثه وثلاثه، ميرسي تاو هدفين، ورامي ربيعه هدفين، مظبوط، شحات جاي هدفين اهو، امام عاشور، محمد مجد. هنا اذا النادي الاهلي ما بيعتمدش على لاعب واحد في انهاء المباريات، لا ده عنده تنوع.